معانا الاستاذ الكاتب وائل امدي، بنرحب بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك النهارده متواجد في نقابه الصحفيين متضامن مع المضربين عن الطعام. انا مش متضامن مع المضرب، انا مضرب عن الطعام. حضرتك من ضمن المضربين؟ تضامنا مع اسرى جريمه العباسيه الثانيه الذين يعاملون معامله اقل من معامله اسرى حروب الاعداء، ولا تتوفر لهم الحدود الدنيا من ضمانات اي تحقيقات او محاكمات عادلة في اي مكان في العالم. ما يجري مع معتقلي العباسية لا مثيل له الا في الروايات القديمة جدا عن الانظمة القمعية العريقة التي المفترض انها اختفت من العالم. في جريمة ارتكبت في العباسية تم التخطيط لها، وكانت موقعة العباسية بمثابة كمين او فخ استدرج اليه المتظاهرون السلميون، ونفذت بحقهم جريمة سالت فيها دماء كثيرة، تلتها عمليات اعتقال عشوائية واقتحام لمساجد وتنكيل بصحفيين واعلاميين ومحامين واطباء متطوعين ونشطاء سياسيين. وبالتالي هؤلاء من حقنا ان نعرف اولا عددهم كم في سجون المجلس العسكري وما هو مصيرهم. يعني المتاح من المعلومات حولهم هذه اللحظة أنهم هناك من يحول بينهم وبين محاميهم وبين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وبين التحقيق معهم بشكل محترم وشكل إنساني. هذه واحدة. أنا هنا أيضا دفاعا عن حرية الصحافة وعن كرامة نقابة الصحفيين التي انتهكت أكثر من مرة. انتهكت عندما اعتقلوا واختطفوا صحفيين من البديل ومن قناة 25 وعذبوهم وأذاقوهم الويلات، ثم أعادوهم لنا جثثا مشرحة أحياء لكنهم يعني مثخنين بطعنات وبجراحة غائرة، وبالإضافة إلى الإهانات اللفظية واحتقار مهنة الإعلام. أيضا الاقتحام الهمجي الذي جرى لنقابة الصحفيين أمس، وأن تعجز نقابة الصحفيين عن استضافة مؤتمر صحفي لكشف فساد في وزارة الطيران، فهذه فضيحة أخرى لم تكن تقع حتى في عصر حسني مبارك. سلم نقابة الصحفيين كان أحد العناصر المهمة في صناعة ثورة 25 يناير، وعندما تعجز نقابة الصحفيين عن حماية مؤتمر صحفي في عقم دارها فنحن يجب أن ننتفض جميعا. وكنت أتمنى أن يكون في هذا الإضراب وفي هذه الوقفة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين أهينوا في دارهم وفي بيتهم ولم يحركوا ساكنة إلا استجداء اعتذار من السيد أحمد شفيق. هيك شايف دور البرلمان في مذبحة العباسية؟ دور البرلمان في مذبحة العباسية وقبلها مذبحة محمد محمود ومجلس الوزراء، يعني هو المتفرج إن لم يكن المشارك والمتواطئ بالصمت. للأسف الشديد هذا البرلمان ليس برلمان الثورة وليس برلمان الشعب، هو إحدى الإدارات التابعة للمجلس العسكري في حقيقة الأمر. هل الإضراب متحدث في أيام ولا؟ هو الإضراب بشكل رمزي، احنا متفقين على أنه إضراب لمدة يوم، وفي مؤتمر صحفي سيعقد مساء اليوم لتحديد ما إذا كان هناك تصعيد أو ما هي الإجراءات ووسائل الضغط التي نملكها دفاعا عن حريات مصريين محترمين زج بهم في المعتقلات والسجون بشكل عشوائي وبشكل أقرب إلى الهمجية. أشكرك. أهلا بكم.